الزملاء الأعزاء، وخلال اللقاءات السابقة مع حكومتنا وكنت قد تحدثت عن الإجراءات المتخذة وخططنا، وكافة هذه الاقتراحات التي يعمل بها يوميا، ونحن نتخذ القرارات للحفاظ على استقرار الاقتصاد وواقعيا، فإن لجنة العمليات تعمل على تنفيذ هذه الإجراءات، وفي المستقبل المنظور سنتبنى أو سنطرح مشاريع قوانين على مجلس الدوما. واليوم ومع الإجراءات التي تم اتخاذها فهناك 200 مبادرة تحدد الأمور ذات الأولوية والتي يجب إنجازها قبل نهاية آذار الحالي، ومنها دفع النسب القروض التي كان قد حصل عليها السكان في السابق، والذي يقارب 11 تريليون روبل، ولدعم الشركات نقترح عملية أو برنامجا لإعادة جدولة هذه القروض لربما في الأشهر المقبلة أن لا يدفعوا النسبة ونقلها إلى نهاية العام عوضا عن ذلك، وبذلك نعمل كذلك على اتخاذ أجراءات أخرى لدعم الأعمال، من بينها عدة معايير تعتمد بالنسبة للتخلص من بعض القروض، وبالأخص في للسكان والمواطنين الذي يجب أن ويجب أن تبقى نسب القروض بالنسبة لهم ثابتة، وبالأخص أيضا تقليص القروض التي يمكن للناس أن يحصلوا على إجازات للدفعات أو على فترات متباعدة لدفع أو تأجيل لدفعات هذه القروض. وأود لفت الانتباه هنا إلى سوق العمل، فيمكن أن يستفيدوا من سوق العمل الذي يحدد أو مركز سوق العمل الذي يحدد احتماليات ازدياد البطالة. ولقد أقنعنا زملائنا ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على زيادة الكميات التي يمكن نقلها عبر الحدود، وبالأخص إعطاء الأولوية للبضائع ذات الطلب الواسع، على سبيل المثال المواد الغذائية والأدوية. وبالأمس كنا قد وافقنا على اقتراحات لتخفيض عمليات التسجيل وتقليصها بالنسبة للأدوية والمعدات الطبية، وإنجاز برنامج استبدال الواردات بالأخص فيما يعنى بالأدوية والمعدات الطبية. ومن الضروري العمل على أو نعمل على عدم سماح بتصدير المعدات الطبية لوقت محدد، وهذا سيعطي المجال للشركات والمشافي بأن تشتري هذه المعدات الضرورية لاستخدامها في عملياتها. ولقد واجهت شركات الطيران عددا من المشاكل، فالعديد من الشركات الأوروبية منعت من أن تحصل على التراخيص، ومنعت كذلك استخدام أو بالأصح كان هناك شركات منها طالبت بطائراتها، فلقد كان هناك إمكانية لاستخدام هذه الطائرات في السوق الداخلية، ونقترح لشركات النقل أن تحافظ على طائراتها
ضمن ملكيتها في الوقت الحالي. وبالطبع فإن أهم مسائلنا وهو أمن الطيران بالدرجة الأولى بالطبع، فهناك المئات الطائرات التي تتواجد الآن في الداخل الروسي، وكنا قد سهلنا عملية الحصول على التراخيص من 4 إلى 5 أيام فحسب. وفي السنة الحالية فإن إنجاز عملية التأجير وإعادة هذه الطائرات إلى الشركات الأجنبية في الوقت الحالي سيتم تقييده، وصيانة هذه الطائرات ستتكفل بها شركات النقل الداخلية الروسية وفقاً للقوانين الدولية. أما فيما يعنى بالسفن التي تعبر تحت العلم الروسي ومنعها من الرسو ودخول بعض من الدخول والرسو في بعض الموانئ، في حال منعها فروسيا ستقوم بالرد بالمثل، وهذه الإجراءات التي يتم تحضيرها أيضا فيما يعنى بالإنشاءات وصناعات البناء والتي ستسمح لشركات البناء بإنجاز مشاريعها المدنية والصناعية. وهناك أيضا إجراءات كثيرة تعنى باستمرار عملية البناء وتشكيل البنية التحتية والحفاظ على المشاريع وقيامها بعد ازدياد غلاء المواد. أما وفيما يعنى باستبدال الواردات ففي الأمس ثم النظر إلى برنامج لتحضير الوثائق المطلوبة لهذا الغرض، وهناك مراكز خاصة لتشكيل بورصة لاستبدال الواردات عن طريق إيجاد التعويض لهذه القطع في الخارج ببديلات لها في الداخل، وهذه الخدمات وستساعد هذه الخدمات على وبشكل تسلسلي على استبدال قطع الغيار الأجنبية. والآن ستعمل الحكومة على تسهيل إجراء البحوث المتعلقة بالصناعات الأساسية والاستفادة من عقود الاستثمار، وستظهر إمكانية وستكون هناك إمكانية لتمديد هذه العقود من سنة إلى 12 سنة ليكون لها تأثير وفعالية. وأيضا للعمل على تصدير المواد المصنعة في روسيا، وكذلك ودعمنا كذلك في مجال المشتريات الحكومية وتوسيع المشتريات في هذا الأسبوع، ثم التوقيع على الوثائق المتعلقة بالدفع للمواد التي تشتريها الحكومة. بالنسبة للأعمال المتوسطة والصغيرة بتقليص مدة الدفع إلى 7 أيام، وبالنسبة للشركات الكبرى فهناك 4 برامج لتقديم القروض المسهلة، وهذه البرامج تهدف إلى توسيع وتقليص مدى المخاطر التي يأخذها رجال الأعمال على عاتقهم. وبالنسبة للأعمال الصغيرة ومن بعض القطاعات فهناك قرار جديد أقر متعلق بشركات الصناعات التحويلية والرياضة والسياحة، حيث يقترح تمديد فترات دفع الضرائب
إلى نهاية العام الجاري ومن الربع وإلى الربع الأول حتى من العام المقبل. وبهذا الأمر يمكن نقل هذه الدفعات إلى الخريف وتوفير حوالي 37 مليار روبل. وتم العمل كذلك على دعم الأقاليم وتوسيع الدعم ليشمل الأقاليم، واتخذ القرار بتأجيل دفع الالتزامات المتعلقة بالميزانية وللحصول على موارد إضافية لإنجاز هذه المشاريع من خلال توسيع إمكانية الحصول على هذه القروض من الميزانية. وهناك عدد من المشاريع التي تم تحضير لها مع أقاليم الاتحاد الروسي، حيث نعمل معا ليل نهار للوصول إلى هذه النتائج، والجميع على اتصال ومع نعمل على تقليص التداعيات وفقا للمسائل التي وضعتموها سيادة الرئيس للتطور والتطوير الوطني. وقد خفضنا وقللنا من عمليات التفتيش والتي ستعمل على تحسين مجال الأعمال في الأقاليم، ومن أولوياتنا زيادة مرونة الاقتصاد والاستمرارية في عمل الشركات والحفاظ على أماكن العمل، وسوف يتحدث زملائي عن التفاصيل. لكم جزيل الشكر على اهتمامكم.